حان وقت الطلاق. تعتبر هذه الجملة الأكثر تعبيراً عند بعض الأزواج في الحالات التي يصعب فيها إكمال الحياة الزوجية. وللطلاق أسباب كثيرة، منها ما هو شائع ومنها ما هو متخفي بأسباب ظاهرية فقط، مثل الطلاق بسبب نجسية أحد الزوجين. هذا المصطلح الذي شاع استخدامه عام 2006 بعد إجراء الكثير من الدراسات في مجال الصحة النفسية حوله، حيث صنف في بعض البلدان كمرض مثل نيويورك لكثرة المصابين فيه. تعد النرجسية اضطراب يصيب البعض لأسباب كثيرة. فسر النرجسي سام فاكنن المشهور بنرجسيته واعترافه التام بها إحدى الأسباب أنها رد فعل على كثرة الأعداد السكانية، فلا بد للشخص أن يتطرف ويثبت نفسه بل ويحبها ويسعى للتصعيد من هذه الصفة مع مرور الأيام. على خلاف تقرير نشره موقع النبأ حيث كتب فيه عن دراسة أجريت ضمن عيادة نفسية أوضحت فيها أن 10% من مرتادي العيادات النفسية هم أناس خالطوا وعاشروا أناساً نرجسيين، و5% من النرجسيين غير راضين عن أنفسهم، في حين أن النرجسية صارت في بعض الدول تبريراً لجرم أو معاملة متطرفة، فخففت بعض العقوبات في من يثبت حقاً أنهم يمتلكون هذه الصفة. 25% نسبة المطلقات لسبب يعود لنرجسية أحد الطرفين، و20% من الأزواج المطلقين ما زالوا تحت تأثير التعامل النرجسي الذي تعرضوا له حتى بعد مرور سنتين من الانفصال. وهذا ما أثبتته الدراسات العلمية النفسية، أن الأطراف التي تعيش مع الشخص النرجسي ستبقى تحت تأثير أذاه حتى بعد مرور السنوات، فهي علاقة سامة يصعب التخلص منها كما يصعب اكتشافها.